هديكم معانا نجوم الفريق الازرق قدام الحمامات هيتكلموا عن اسباب الهزيمه. ايه رايك كابتن شريف؟ والله كابتن في حاجات حصلت في المعسكر وفي الفندق. تعال 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 حبيبي في حاجات حصلت للعيبه وفي ناس كانت بتعالهم من الفندق بالليل فوضهم والفريق اللي لسه كان بيبعت ناس كده مش ولا بد خصوصا كابتن فادي بعت له ناس في الاوضه بتاعته وكابتن مايكل ومش عارفين نقول ايه بس ان شاء الله لجنه الكامب في النادي هتشتغل وان شاء الله كل حاجه تتصلح ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه تتصلح. وايه اخبار الفوات يا كابتن؟ احنا كلنا ثقه في لجنه القيم زي ما هو قال ان احنا جالنا تهديدات من الراجل ده مثلا ممكن الكاميرا تجيبها. بص بالنسبه للحمامات اللي كنت حاسبها اتشطفتوا كويس في الحمامات دي عجبتكم ولا ده تعليق لغايه الادوار اللي جايه؟ كابتن ميزو هيقول لنا لف بس على دي ما عندهمش خبره الاذاعه ما اشتغلوش فيها. بص يا كابتن يعني بصراحه اللعيبه سهرت اللعيبه برده كان في دلع المعسكر في كذا كيسه كابتن وبرده الكابتن فادي كان بيشد علينا كان المعامله ما كانتش قد كده برده واحنا ايه الشيخ ما صرفش الفلوس طلبنا ان احنا ناخد فلوسنا كلها كامله كابتن وقلنا مش هنلعب غير لما ناخد الفلوس. مكافئات الاورنج ما اتاخدتش مكافئات اليورو ما اتاخدتش بالظبط يا كابتن فلوس العيش اللي بجيبه لهم ما اتاخدتش كل حاجه ما اتاخدتش احنا كنا ساكتين بس يعني الحمد لله يعني قدر الله وما شاء فعل واحنا ان شاء الله يعني هنعوض نوعد جماهيرنا ان احنا هنعوض ان شاء الله والماتشات يعني هي دي الرياضه يا كابتن يعني ناس بتفوز وناس بتخسر. بس انا في تعليق معلش يعني في تعليق عشان الجماهير النهارده انا امي فوق الكل انا ما تمشي بامي من شكرا يا كابتن.